أي صاحب أو أي صديق، سواء كان ضيفك على التيك توك أو على الفيسبوك أو على الانستجرام، مع احترامي طبعا، أنا أسمعنا بقول كلام عشان أنتوا تحدفوا تيجي تعملوا حالة في الصداقة من عندي، أو الصداقة اللي أنتوا عاملينها عندي تحدفوها عشان أنا بتكلم عن الصداقة. أنا أتكلم نصيحة، أنا كأستاذ في الصداقة أقول لكم، أي صديق بيعمل إضافة على الانستجرام على الفيسبوك لازم تعبر وتتكلم بأدب واحترام. الصداقة مش إنك تسكت وبس. إذا كانت الصداقة الهدف من الصداقة إن أنا أعمل لك إضافة وما أكلمكش ولا أعبرك، يبقى دي مش صداقة، ده استهبال وده هبل وده عبط، وده إحنا كده بنضحك على بعض. في أصدقاء بيعملوا إضافة على النت بالساهر بالسهور سنة، لا يقول لك ازيك يا عزوز، ولا يقول لك عامل ايه، ولا يسبح، كل واحد هم نفسه. فانا بقول لكم يا جماعه، اي حد هيعمل صداقه بجد يبقى لازم يعبر، لازم يؤثر، لازم يعرف القيمه، لازم يتكلم. الصداقه مش انك تسكت وبس. هتسحب حد، السلام عليكم، وعليكم السلام، تعامل بادب واحترام، هي دي الصداقه. اما واحد من الاصدقاء يعمل لك صداقه على تيك توك، على انستغرام، على فيسبوك، ولا يعبر ولا يديلك حس ولا اي زفت، دي كرم الصداقه، دي نصيحه يعني. اشتركوا في القناه ولايكات وشكرا لكم.